السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل متابعي اليوم السابع. احنا مع حضراتكم في تغطية جديدة وتحديدا من داخل قسم المسالك البولية بمستشفيات جامعة الزازي، ويمكن تماشيا مع المبادرة الرئاسية لزراعة الأعضاء للمواطنين بالمجان افتتح الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزازي الوحدة الجديدة لزراعة الكلى اللي استقبلت الحالة الثالثة، والحمد لله تمت بنجاح. سيدة فاضلة بنقول لها الأول الحمد لله على سلامتك، هي تبرعت بالكلى لبنتها عمرها 15 سنة. احنا معانا حاليا يعني الدكتور لطفي بنداري رئيس قسم المسالك البولية، ومعانا برضو مجموعة من الأطباء شاركوا في العملية. احنا بنرحب بيكم على اليوم السابع. حابين بس يا دكتور نستسمحك بس الصوت يعلى شوية، وحابين بقى حضرتك يعني الأول تدينا خلفية. احنا الحمد لله القسم بتاعنا نتمنى إن شاء الله يكون رائد في زراعة الكلى والأعضاء، ودي الحالة الثالثة اللي القسم استقبلها. هناخد من حضرتك الاول يعني الحاله يعني تفاصيلها كانت ازاي، وهنرجع نتكلم مع حضرتك تاني عن الحالات ان شاء الله اللي القسم هيستقبلها الفتره اللي جايه. مرحبا بك يا استاذه، تحيه قسم المسالك البوليه ومرحب بكم جدا. هي مدام مي سنها 45 سنه من منيا الدعم، شاكره براعه لبنتها. بنتها كان عندها فشل كلوي مزمن وشخصت من 7 اشهر، وطبعا حضرتك عارفه ان الغسيل الكلوي ده له مضاعفات وله مشاكل، والعيان بيبقى لينكد يعني مرتبط بمكنه الغسيل ومضاعفات الغسيل. فهي الحمد لله تبرعت لبنتها بالكليه، والعمليه بفضل الله سبحانه وتعالى تمت من 10 ايام بنجاح بالشراكه والتعاون التام مع زملائنا اطباء جراحه المسالك البوليه في زرع الكلى بمركز الكلى والمسالك البوليه طب المنصوره مركز الدكتور غنيم والدكتور ياسر عثمان والدكتور بدير علي الدين. هم ناس ما بتاخرش عندنا، وده بفعل يعني التعاون التام ما بيننا وبين مركز الكلى والمسالك البوليه بجامعه المنصوره. ودي الحاله الثالثه خلال هذه السنه لزراعه الاعضاء عندنا زراعه الكلى، وهي الحمد لله براعه بنتها وانتهى كويسه جدا والامور مستقره، واحنا بصدد ان شاء الرحمن استمراريه في زراعه الاعضاء، والامور تمشي ان شاء الرحمن عشان تقضي على قانون الانتظار بمحافظه شرقيه، لان محافظه شرقيه محافظه عريقه بها جامعه يعني كبيره جدا، بقى قسم مسالك قوي جدا، بها تخصصات في الباسكولار سيرجري اللي هي جراحه الاوعيه الدمويه، بها تخصصات في امراض الكلى الباطنيه، يعني اساتذه كبار جدا. وكان لابد ان هذه الوحده تشتغل وتفعل وتستمر، وعشان استمراريه هذه الوحده بدانا نسجل بعض المدرسين المساعدين عندنا في زراعه الكلى عشان استمراريه العمل بالوحده، لان الوحده كانت مفعله من 2006 ولكن توقفت عن العمل لفتره طويله نتيجه ان كان عندنا يعني ليميتد ريسورسز بان احنا نستمر. ولكن بفضل الاداره الحاليه المتمثله في معالي الاستاذ الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعه، والاداره الاستاذ الدكتور عبد السلام اللي عامل الكليه، والاستاذ الدكتور وليد ندم مدير تنفيذ مستشفيات الجامعه، بدانا بفضل الله سبحانه وتعالى ان احنا نجهز الوحده على اعلى مستوى مضاهي لاي وحدات في جمهوريه مصر العربيه، بل يمكن افضل. وحضرتك ممكن ان شاء الله الرحمن نشوف البنت اللي هي اللي والدتها تبرعت لها، والبنت الحمد لله بحاله جيده جدا، الكريات بتاعها 8 على الزراعه على الغسيل كارنتلي، البنت الكريات بتاعها 7 من 10 يعني الدور نورمال، والحمد لله حالتها كويسه جدا. ممكن تخرج تروح على اميونو سبريسيف ثيرابي اللي هو العلاج المسبق للمناعه بالتعاون مع طبعا زمايلنا الاستاذ الدكتور عزت مصطفى رئيس قسم البطنه، وهو رئيس وحده الكلى في الطب الزازي. شكرا لحضرتك يا دكتور. ممكن برضه نتكلم مع الدكتور احمد رجب والدكتور مصطفى، اتفضل يا فندم. احنا عاملين تيم والحمد لله تيم متجانس. تشرف بس بحضرتك دكتور احمد رجب. تيم متجانس ومتكامل وكلهم متفانيين في العمل الخيري التطوعي دوت، ربنا يتقبل منهم جميعا يعني التيم الكلى كله، والدكتور رضا والدكتور سيد المحال والدكتور مدحت والدكتوره فاطمه وعلى راسهم الدكتور عزيز مصطفى زي ما الدكتور لطفي قال. ده تيم متكامل جدا في تعاون الاداره، تيم عندنا برضه متكامل، دكتور مصطفى كامل رئيس التيم ومعانا، ودكتور احمد عليوه ودكتور احمد عطيه ودكتور احمد قط، تيم متجانس مع طاقم التخدير الدكتور ايمن عبد السلام ودكتور محمد سوقي والدكتور مدحت والدكتور احمد حاوي والدكاتره الافاضل كلهم ما شاء الله متفنيين وكلهم ما بيقعوش. الدكتور سامح صبر في وحده الاشاعه، يعني كلنا متناغمين ووحده الكلينيكال باثولوجي اللي هي التحاليل، كلهم متفنيين في ان العمل يستمر ان شاء الله الرحمن مع طاقم التمريض طبعا معانا متكامل. نتوجه لهم الشكر طبعا يعني. تمام، والطاقم بتاع العنايه جوه
كله متفاني، والدكتور يحيى زكريا بيظبط التيم وربنا يكرمه ويتم. تمام دكتور مصطفى، ممكن ناخد من حضرتك ما ينفعش برضه الدور برضه الدكتور محمود الليثي. تمام. الليثي ده اصلا بيشتغل فاصل سيرجن اللي هو جراح الوجه الدموي، لها دور اساسي انتجرال بارت في العمليه. تمام. هو مهم جدا وجوده معانا في هذه الفتره. تمام. احنا معانا كمان دكتور مصطفى كامل من قسم جراحه المسالك البوليه. مرحبا بحضرتك يا دكتور. كلمنا بقى الحاله، يعني الطفله يعني كانت بتتلقى العلاج هنا في الوحده بقى لها قد ايه، وملابسات بقى العمليه؟ هي كانت الطفله بتتلقى الغسيل الكلوي في وحده الكلى مستشفى كامل الزقازيق من 7 شهور، وتم تجهيزها خلال هذه الفتره لعمل زراعه الكلى، والحمد لله تم العمليه بنجاح بمعاونه التيم ككل، سواء من المسالك البوليه او الكلى او التخدير او جراحه الاوعيه الدمويه، الحمد لله تم العمليه بنجاح، وفي حاله جيده ونحمد الله على عوده النشاط الثاني في وحده زراعه الكلى بعد ما توقف فتره، ونأمل ان شاء الله بالاستمراريه والدعم من الجميع وبالاخص معالي البروفيسور رامي كامل الزقازيق، استاذ الدكتور عثمان شعلان وعميد الكليه الاستاذ الدكتور عبد السلام نعيم، طبعا دعم الدكتور وليد ندى المدير التنفيذي، ودعم رئيس الاسم لينا الاستاذ الدكتور لطفي البندار ان شاء الله. ان شاء الله. هل ممكن يعني ناخد من حضرتك كلمتين كده؟ الف حمد لله على سلامتك. يعني الام ام فعلا، يعني انا مش لاقي كلام ان انا اقوله لحضرتك، يعني ربنا يا رب يتم شفاك على خير. وبنوتك انت حاسه ان انت كده يعني ريحتيها، لان هي كانت تقريبا تغسل 3 مرات في الاسبوع. تمام. يا رب ان شاء الله ان شاء الله. اطمنتي طبعا عليها من الاطباء ان هي كويسه؟ المعامله هنا كانت عامله ايه مع حضرتك؟ الحمد لله كلهم كويس طبيب، وحتى انا يعني سبتولي بالفلوس، بس لما قلت لهم ان انا عايز ابان مع بنتي عشان العمل نفسي ما تاخروش، يعني المفروض ان كان حضرتك تخرجي، بس مش حابه غير لما تخرجي معاها. كمان لان الزرع عندنا اصلا من لايف ريليتيف، يعني لازم تكون من الاقرباء. الاقرباء تمام. عشان كده جنبها لو حد تاني كان مشي تالت يوم. تمام. الفكره دي عمليه بسيطه جدا. تمام. يعني يخرج ممكن بعد 42 ساعه ماكسيموم. تمام. إيه هي البنوته كان بقى لها قد ايه بتغسل؟ 7 شهور. تمام. يعني الحمد لله هنا الاجراءات تمت بسهوله. الحمد لله بس هي بقى تحاليل يعني كان بيدعموا فيها بس المصحة. تمام. ألف ألف سلامة على حضرتك. ألف سلامة. طب حابين برضو يعني نطمن كل المتابعين اللي معانا كده دكتور لطفي، إن شاء الله بإذن الله نأمل الفترة اللي جاية هيكون في برضو حالات تانية لزراعات. يمكن حضرتك قلت لي إن في تطور كبير جدا في القسم، ويمكن تم القضاء على قوائم الانتظار في موضوع الأورام الخاص بالمسالك البولية. حاجة الأورام المسالك البولية والأطفال، الأورام المسالك البولية في الأطفال. ده ما عنديش فيهم قوائم انتظار، لابد يخلصوا نهائي بسرعة بسرعة. تمام. ده أهم حاجة. إيه ان شاء الله ممكن يعني الحاله اللي جايه تزرع امتى؟ وحضرتك قلت لي احنا بنامل. كانت مفروض نزرع يوم الخميس، ولكن يعني لظرف طارئ، انت عارف حضرتك الكوفيد ومشاكله، فاحنا بنعمل تيست للعيانين قبلها ب 24 ساعه، فالدونر طلع ويك بوزيتيف. تمام. فاضطرينا ناجلها، يعني لسلامه الاعضاء التخدير وكل الاطباء والتمريض والمستشفى، فاجلناها يعني غالبا ماكسيمم 2 ويكس، اسبوعين بالاقصى ان شاء الله الرحمن نزرع الحاله الثانيه، وان شاء الله الرحمن استمراريه الزرع، يعني ان شاء الله الرحمن يعني بفضل الله هتبقى حاله في الشهر يا رب ان شاء الله، يعني بعد سنه او سنتين تبقى حالتين في الشهر، نبقى ابروتشنج، يعني الموضوع في دماغنا ان هو ان شاء الله الفريق الطبي عندنا الحمد لله، يعني مش اند اوف، لا يبقى الاستمراريه ان شاء الله الرحمن على طول. نعم. نشكر حضرتك جدا يا فندم، يعني وبنقول لحضرتك كمان مره الحمد لله على السلامه. الف حمد لله على سلامتك، حتى كمان المتابعين كلهم بيتمنوا حضرتك يعني السلامه والشفاء. عايزه بس اشكر برضك دكتوره تعبت معايا قوي، والدكتور رضا كامل اسمه انا تعبت لهم كل التحيه وتقدير كل الطاقم الطبي بقسم المسالك البوليه بقياده الدكتور لطفي، وبنشكر كمان الدكتور عثمان شعلان. يمكن الفتره الاخيره في شايفين من خلال البروتوكول، يمكن دي تعتبر الحاله التاسعه في جامعه الزقازيق في زراعه الاعضاء الكلى والكبد. الف الف سلامه على حضرتك. شكرا جدا يا فندم.